السلام عليكم الغزالات، مرحبا بكم على القناة ديالي. كنشكركم على الدعم ديالكم وكما العادة كنقول لكم شكرا شكرا بزاف. مرحبا بالجديدات اللي التحقوا بنا على القناة وكذلك القدامات اللي بداو معايا من الديبار، كنشكركم جزيل الشكر. كنتمنى تكونوا كلكم بألف خير ان شاء الله يا ربي كما كنقول لكم كما العادة، وتكونوا مزيانين في الصحة ديالكم وليداتكم عائلاتكم، وان شاء الله اي حاجه كتمنوها تحققوها في حياتكم. المهم بلا ما نطول عليكم، الفيديو راه باين من العنوان. غادي ندير لكم نوريكم مجموعه ديال المشتريات والاشياء اللي توصلت بها مع صافي دير لي بارتناريا مع الناس اللي انا دايره معاهم شراكات. فهاد النوع ديال الفيديو حتى هما كيعجبوكم بزاف باش تاخذوا هكا فكره على لي برودوي اللي كنتيستي بور لو مومون. وبالمناسبه ضروري تابعوني على الانستغرام، غادي نخليه لكم هنايا بيلا فيتا 84. راني كنحط كل نهار صوره سواء الديكور او المنتجات اللي كنجربها، فتابعوني على الانستغرام باش نعرفكم راكم جيتو من القناه. دونك غنوريكم اول حاجه المشتريات، اول حاجه الحوايج. هذه يمكن شي 10 ايام ولا 15 يوم كنت مشيت للجيمو. جيمو كيكونوا عندهم لي غون طاي و تيكونوا الاسمنه مناسبه، كانوا دايرين ديستوكاج موان 50% شي حويجات، ولكن انا ما لقيت حتى شي حاجه موان 50% قدي. لقيت هذا لو بول هذا اللي شي جوج ولا ثلاثه ديال البنات عجبهم اللون وسولوني ملي خديته، دونك انا خديته من جيمو البنات. فيه هاد الديتاي هذا ما عرفتش واش كيبان لكم، و راه موسخ البنات غنصبنو لحقاش كنت لبستو هاد اليومين هادي. دونك كيما شفتو فيه هاد لو دونتيل هنايا، وكاينه في الالوان، كاينه في الغوز، كاينه كذلك في الاخضر، ما عقلتش على اللوينات اللي كاينين، مي انا عجبني هذا. كاين حتى واحد لو فيولي بلو كلير فلاشي. دونك هذا البنات كان داير 19 اورو عند جيمو. دونك غادي نجمعو باش نحطو مع التصبين ان شاء الله، باسكو كيما قلت لكم راه موسخ. دونك هذا 19 اورو سامبولكو سخيخن، او ميم طون تقدروا تلبسوه غير بوحديتو اولا هكا تحت ان تي مونطو ولا شي حاجه، يعني التوب ديالو راه سخون البنات. وكذلك خديت هذه البيجاما، خديتها من كورا. البيجامات ديال كورا كيصدقوا لي الصراحه، كيتصصب بنورد، وكانوا هادو علينا 10 اورو يمكن 9 اورو اي كالك. غادي نقول لكم الثمن اون بروموسيون 9 اورو البنات، وكانوا فيها اللوينات البلو سيال الغوز، كانوا كاع الالوان، وانا كنت باغا شي وحده في الاحمر، ولكن للاسف كاينه هنا الطاي دوبل اكس ال ولكن جاتني مزيره. دونك غادي نردها اليوم ان شاء الله، محد باقي عندي التيكي ما تلفتوش. هذا هو لو موتيف اللي فيها، في هذاك الشيء ديال لي لونورس هكا. المهم زوين التوب ديالها، كيتصبن وكيبقى عندي يعني بيجامات من هذا النوع، والسروال فيه الابيض بهذه الطريقه هذه، وفيه هاد لي تروك هادو ومكتوبه هابي داي، ما عرفتش كيبان لكم. المهم انا عجبتني، غادي نرجع نشوف. لكن هاد لي طاي هذا ماشي هما ديال الحوايج، لحقاش سي امبوسيبل تكون هذه الدوبل اكس ال بالنسبه ليا. دونك غادي نرجع نصاب نلقى شي وحده اكبر منها، سينو يا يعني ناخذ شي حاجه اخرى، ولا يفون جوست مو رومبورسي حتى نشري شي بيجامه اخرى. دابا ملي كيبدا يسخن الحال كنحاول نبدل في البيجامات. دونك هادو كيما قلت لكم راهم كانوا اون بروموسيون وراهم باقيين 9 اورو، وكاينين وحدين اخرين ب 12 اورو. هادوك مالوغوزمون ما لقيتش فيهم دي غون طاي. دونك الا كنتو كتقلبوا على شي بيجامه رخيصه وهكا سخيخنه، فكاينين هادو ديال كورا 9 اورو. كذلك عند جيمو خديت هاد السروال الكحل. غتقولوا لي كتاخدي السروال الكحل بزاف، كنرتاح فيهم البنات لانهم هما اللي كيجيوني على حساب لاطاي ديالي وكيتيراو والكاليتي كتكون فيهم زوينه. هذا البنات كان داير 19 اورو و 99، خديته ب 12 اورو لانهم دايرين دي ريدكسيون بور لو مومون، ودايرين بزاف ديال لي برودوي، واحد اشتي والدوزيام موان 50%. دونك الا كتعجبكم بحال هاد النوع ديال السراول اللي كيجمعوا لاطاي وكيجمعوا الكرش، هذا البنات انا راه خديت دوبل اكس ال. شوفوا كي داير في هاد السينتا هادي كيتيره،
وفي الكحل والصراحه الكاليتي ديالو عجباتني غيانا دير. دونك هذا 12 اورو من عند جيمو. دائما في المشتريات خديت هذا الزوج ديالي من كورا. امير كيعجبو ياخذ هكا دي بيتي ساكوش كيدير فيهم التليفون الدواء ديالو الورق، لانه دائما ملي كيحتاج شي حاجه برا كيبغي يكون عنده كل شيء. وانا راجلي ديما عنده واحد لا ساكوش، وكانت تقطعت له وحده كانت عنده جديده تقطعت ليه الصمطه، ورجع كيدير وحده كانت عنده قديمه، وكنقول ليه خصك تبدلها خصك تبدلها، ما كيبغيليش اي موديل. دونك لقيت هذه الستيل ديالها الزوين مع شنو هاد الماركه، المهم ديال كورا 17 اورو و99، الثمن ديالها جد مناسب كما كتشوفوا. غادي نوريكم كيفاش دايره من الداخل. دونك اللي راجلها كيبغي بحال هذا النوع ديال لي ساكوش فيها سنسله لداخل. المهم الثوب ديالها زوين، كاين شي وحدين الثوب ديالهم كيكون شويه خايب كيبان، عرفت كيفاش نقول لكم، كيبان شويه ما زوينش. دونك انا عجبتني هذه اختاريت له هذه 17 اورو و 99 كما قلت لكم. فوالا دونك هذه ديال امير. اونسويت الناس اللي متبعني في انستغرام غيكونوا ديجا شافوا هذا الصبيبيط هذا اللي عند لا مارك، هي مكتوبه ايزو تونير. هادو كنت جربت لي بونطوفل ديالهم ديال الدار مريحين الناس اللي عندهم المشاكل ديال الظهر، والاغلبيه الاوقات كنلقاهم انا في مونوبري ماشي مونوبري في انترمارشي. كنت لقيت واحد النهار كانوا داين السولد وجربت لي بونطوفل ديالهم، وعندي واحد الساك من لا مارك ديالهم ماشي فريمون ميديكال، مي صراحه لي هاد لي شوسور ديالهم زوينين خصوصا ديال الدار. دونك هاد لي شوسور هادو انا توصلت بهم من عند اوكتولي. اوكتولي كنتعامل معاهم دابا عامين ولا 3 سنين في انستغرام. البنات اللي متبعني راه كيشوفوا الصور ولي غوفي ديال لي برودوي اللي كنتوصل بهم. دونك الا بغيتو تشوفوا هادشي اون برومي تابعوني في انستغرام، غادي نخليهم لكم هنايا. دونك راني حطيت لكم صوره، جربتهم الصراحه زوينين، الكاليتي ديالهم واعره. شوفوا البنات كي دايرين. هادو كاينين في الالوان، انا صيفطتهم لي في الكري هكا، وفيهم هاد لابلاط هادي في الابيض بحال اللي ما لابسين والو البنات. فوالا دونك هادو سي جوست بوغ لي تيستي و بارطاجي لا في ديالي. بكل صراحه انا هاد لا مارك اصلا كتعجبني وفايت شريتها من غير انني درت معاهم دابا شراكه. نسيت ما حيدتش هاد لو تيكي هنايا البنات، واش كيبان لكم. المهم هذا توصلت به من عند لا مارك ايسو تونور و اوكتولي، هما اللي صيفطوهم ليا. اوكتولي سي اون بلاتفورم اللي كتعامل مع لي مارك وكتكون هي لو ليان اونتر لي انفلونسوز ولا لي يوتيوبوز ولا تو سامبلومون البنات اللي كيديروا هادشي ديال انستغرام، ولا عندهم واحد الريزو سور انترنيت اللي هكا كيتواصلوا فيه مع الناس، اليوتيوب اولا الفيسبوك اولا عندكم ان بلوغ، فهما اللي كيكونوا لو ليان اونتر فو اونتر هذيك لا مارك كتسجلوا معاهم، وملي كتكونوا موفين ديك الشروط ديالهم كيبقاو يرسلوا لكم لي برودوي اللي نتوما كتختاروهم. عندكم واحد لو شوب كتدخلوا كتختاروا، انا كنت شفت هاد لا مارك هادي ومعها كتعجبني اوتوماتيكمون كنختار الحوايج اللي كنكون عارفه راهم غادي يعجبوني اولا بغيت نجربهم. دونك هذا توصلت به من عند اوكتولي. كذلك كاينه واحد لاجونس اخرى سميتها ايفينسي، نفس سيستم حتى هما كنتعامل معاهم مده طويله. هذه رسلوا لي هاد الشمعه هذه اللي انا فايت جربتها وكنظن وريتها لكم في واحد لا فيديو، هاد ليديسيون هذه ديال الشمعه ديال جويل كاندل. كيكون فيهم المميز هاد الشموع هادو من غير الريحه ديالهم البنات كيكون فيهم واحد البيجو اون ارجون لداخل. هاد ليديسيون هذه راني شعلتها دغيا البنات، والريحه فيها الريحه فيها زوينه، وحتى الباكاجين كما كتشوفوا زوينه، وهذا اللي زايد مزينه هو هذا اللون هذا، انا ما كنحيدوش ديك الساعه حتى كنساليها. وانا لقيت هاد السنيسله فيها مامون، مي لقيتها ديال اون روز جولد ماشي اون ارجون. وملي كتلقاو لو بيجو لداخل كتلقاو فيه واحد الوريقه تقدروا تعرفوا لا فالور ديال داك لو بيجو. هاد السنسله هادي البنات دايره 35 اورو نورمالمون، هادشي اللي كدايرين في السيت، هذاك الكود مشيت لو سيت انترنيت وطابيتو دات ليا 35 اورو. دونك كما قلت لكم عجبتني انا السنسله زوينه بزاف بوغ اوفرير اولا ديروها بحال هكا، والشمعه دايره بحال هكا. الا كاين شي كود برومو البنات راه غادي نخليه لكم اون باغ دانفو بالنسبه للبنات اللي باغيين يجربوا هاد الشميعات. وكذلك من نفس لا مارك صيفطوا ليا دي بومب دو بان افيرفيسون اللي كديرهم في الدوش ملي كتبغيو تدوشوا، باش كيعطيو كيطلقوا بحال الورد والريحه زوينه. يعني هما فيهم الاشكال والانواع، الاولى كانت عندي في الابيض استعملتها
فيها الزيوت هكا العطريه، وبقى ما استعملت هذه، هاد لابول هادي اللي في الخضر، فيها خاتم لداخل. وهاد الاولى اللي استعملتها البنات لقيت فيها هاد لو براسلي هذا اللي زوين اون ارجون، عجبني بزاف. ما عرفتش واش كيبان لكم بناتي، كنهضر بالزربه البنات. دونك شوفوا كي دايره البنات، حلو المهم انيق، انا عجبني، كتعجبني حاجه تكون سامبل ما فيهاش بزاف ديال الزواق. شوفوا كي جا ان شاء الله، دابا نحط لكم شي صوره في الانستغرام. وفيها الديتاي هذا ديال الغوز، وهذا لا فالور ديالو في السيت البنات 30 اورو، يعني با مال فور اون بومب دو بان. هذا هذه كما قلت لكم لقيتها في هاد لا بومب دو بان. كذلك دائما مع عند لا بلاتفورم ايفنسي توصلت بهاد البرودويات من ماركه ديكليور، اللي انا فايته جربت البرودويات ديالها، سورتو هاد لو غوماج هذا بور لو كور اللي فايته جربته، عاودوا صيفطوه ليا من عند ديكليور و صيفطوا لي هاد اروما بيورتي. هذا هو اللي كان بديت كنستعمل دابا ديال لي زامبيرفيكسيون البنات. كنقول لكم انا عندي مشكل حب شباب منين كنمشى ليا بقاو ليا لي تراس في وجهي بزاف، يعني كنحاول دائما نستعمل دي برودوي ادابتي. هذا الريحه فيه شويه مجهده ديال دوك الزيوت اللي فيه والاعشاب، ولكن كيقول لك راه يعني راه افيكاس، غادي تشوفوا بانني استعملته ديجا با مال. هو اللي كنستعمل دابا، وهاد لا بوكس هادي كانت اديسيون ديال لا رونتري سكولير، وراني حطيت صوره في الانستغرام ديجا. وصيفطوا لي وكذلك صيفطوا لي معاه هاد لو برودوي بور لو كور، كيعطيه لا معاه هكا بحال الشكل ديال البرونزاج، باش زعما طولوا البرونزاج ديال الناس اللي كانوا مصيفين. وهاد لا كريم هيدراتانت، كريم ليجير هيدراتانت بو فريش، هادي باقا ما جربتهاش، زويل اسانسييل دو نيرولي، دونك باينه غتكون فيها الريحه جديده، وهادي من الجديد ديالهم، ها هي مكتوبه هنا نوفو. دونك كما قلت لكم انا هاد الماركه ديجا تيستيت عندهم شي برودويات وعجبوني، فان شاء الله اون فوا تيستي لي زوتر برودوي هادو ندير لكم اون ريفيو ولا فيديو كراش تيست تو سا. دونك غادي نرد هادشي كارطونه بوغ افوار لا بلاص. وكذلك مع ايفينسي، مي هاد المره مع ماركه اخرى اللي هي جولي ديرم. هادي كنت وريتكم واحد لي باتش كيداروا على الحبوب ديالهم، ومجربه لو ماسك ديال اليدين، الماسك ديال لي انتي امبيرفيكسيون. صيفطوا لي هذا واحد التيكيت فيه 3 برودوي، مازال ما جربتهم، هادي يلاه توصلت ليهم مؤخرا البنات. جيسبر يكون عندي الوقت نجرب هادشي كامل، بارفوا كيكون عندي برودويات اخرين ديتهم كنحبسهم باش نجرب حاجه اخرى. دونك كاينه لو فلورال، هذا لو دروز بيولوجيك، يعني ما ورد بيولوجيك، وي وي بازي. اي هذا سي اون هويل دو سوان فيزاج اي كور، زيت ديال الشعر وديال الوجه وديال الدات، ميم مارك جولي ديرم، هويل فيجيتال شونفر بيولوجيك. دونك قريعه صغيره ماشي كبيره البنات. وهذا فيه 30 ml، فيه لابتيت بيب بحال هكا، وانا كان خاصني المورد البنات مبقاش عندي. وهذا ميني ماسك تيسو، هذا سي ان ماسك ديال الفيزاج اون تيسو بحال هذاك الشكل ديال سيفورا، جو بونس اي لي اونغولي دودون. ان شاء الله غادي نجربهم ونخلي لكم الراي ديالي الصريح في هاد لي برودوي. فوالا هادي اون كارت اللي كانت معاهم مكتوبه فيها ميرسي. كذلك مؤخرا جيتي كونتاكتي من هاد لا مارك ارجاز، اللي هما عندهم دي برودوي ديال الشعر، ما عرفتش اين دوله البنات، حيت كاين السيت ديالهم في فرنسا، وهذا ما عرفتش واش لا سويس ولا اين بلاد، ما بقيتش عاقله. المهم هاد لي برودوي صيفطوهم ليا باش نتيستيهم، وخصني ناخذ الوقت ديالي، لان هاد لي برودوي قال لك لالا كياكتيفي لا بوس ديال لي شفو، الا اكتيف لا بوس ديال لي شفو، المهم ما نطقتهاش مزيان. دونك كاينه صيفطوا لي هاد 3-4 برودوي pour tout type de cheveux. Donc هذا c'est un pré-traitant activateur de pousse, donc يعاون على تطويل الشعر. وهذا سي ان ماسك، راه باينه تبارك الله قدو قداش فيه ما يدار. وهذا باغ كونت مكتوبه فيه cheveux normaux حتى السيك اي تري سيك. voilà complément de l'activateur de pousse beurre de karité. Donc je pense هادو هاد لي برودوي لا غام كيتخدموا كاملين مع بعضياتهم، غادي نجرب عليها، قلت لكم خصني ناخذ الوقت ديالي. وهذا سي اون لوسيون ديال الشعر تو تيب دو شفو،
من نفس لا مارك 200 ml او كاينه هذا لو سيروم هذا تو تيب دو شوفو سي ان اليكسير باش تفاسيليتيو لو كوافاج ديال الشعر اولا تعطيه تو سامبلومون لو بري لا بريونس او تغديو دونك هذا كذلك كنت محتاجاه هاد لاكام هادي غادي ناخذ الوقت ديالي لان لا مارك فاش كونتاكتاوني يعني شرطت عليهم ان ناخذ وقتي حيت دونك كما قلت لكم طلبت انني ناخذ الوقت ديالي على الاقل 5 ولا 6 ديال لي سمان وان شاء الله غادي ندير لكم اون فيديو غنهضر فيها على هذا البرودوي هذا واش فريمون عاونوني باش نزيد نطول شعري اولا زعما يعني ما يصلحوش كنت غادي ننسى واحد البرودوي البنات في المشتريات لانني كنت حاطاه في الارض لحقاش ديجا لبستها هما هاد لي باسكيت هادو راه وسختها شويه بالغبره هنا لبستها مره وحده هذا خديتهم من ال ديال البنات هادو سي بور فام راه كانت مكتوبه غير تمسحات هادو كانوا دايرين لهم السولد 6.50 كانوا دايرين 13 اورو عليها قلت لكم الاربع راه كيديروا بزاف ديال الحويجات اون بروموسيون ولبستها مريحه بزاف البنات هاد الشكل ديالها كانت في هاد اللون بور فام وكانت في اللون بحال البيج بلون كاسي مي ما كانش عجبني اللون اللي كاينه في لا بلاتفورم هنايا والصراحه براتيك بزاف البنات وكما قلت لكم راه كاينين بحالهم ديال الرجال ولكن ماشي نفس الموديل 6.50 يعني صافو لكم انا كيعجبني نلبس لي باسكيت بزاف على لي طالون وداكشي على حساب المشكل ديال الظهر وكنبغي نتمشى ولا هذا كيجيوني براتيك اخر حاجه غادي نوري لكم البنات هو هاد لا كوموند ديال بيرش بوكس استعملت لي بوين دو باريناج اللي عندي في لو سيت اللي خديتهم غراس او باريناج البنات اللي تقوا فيا ومشاو كومونداو لا بيرش بوكس ديال الموا دو سبتمبر جو بونس اللي كان فيها داك العكر ديال مارك اوفير وبزاف البنات صيفطوا لي فوتو كوم كوا عجبتهم لا بوكس عجبهم داك العكر كنشكركم بزاف على الثقه ديالكم وكما قلت لكم بيرش بوكس راه ممكن تحبسوها فوق ما بغيتو غير في الاول ما ديروش اونغاجمون ديال العام ولا 3 موا ديروا سون انغاجمون ودائما خصكم تحبسوا افون لو 15 دو موا باش ما كتجيكمش اوتوماتيكمون ديال لو موا دابري دابا انا غادي تجيني ديال لو موا دابري لانني باري جي بارني با مال دو موند غادي توصلني ديال هاد الشهر باقا ما وصلتنيش البنات ان شاء الله غادي نوريها لكم سينو بغيت نوريكم شنو خديت كنت وريتكم ان بارفان اللي خديت الراجل ديال عيد الميلاد ديالو ما غاديش نوريه لكم بور لو مومون هذاك عاوتاني خديته بلي بوين ديال باريناج و دابا جي كوموندي با مال دو برودوي اول حاجه البنات واللي وصلتني محلوله هو هاد لي ليكسير ديال لي شوفو من عند ليس فاكتور هادو كنت جرب دونك هذا وصلني البنات اوندوماجي لا مارك اليكسير هادو فايت جربت السيروم ديالهم وكان عجبني جو بونس هو اللي عاوني باش طولت شعري ما عرفتش لانني كنت كندير واحد لا روتين ديك الساعه دونك عاود خديته من لو سيت ديالهم فاش شفتو ماشي هو النيت مي بحالو عندهم بزاف ديال لي غام مي مالوغوزمون وصل مفتوح هما اصلا كانوا دايرين ليه سكوتش وغيبان لكم مكرفس ويعني مخوي فيه بزاف دونك بيرش بوكس الا وصلاتكم شي حاجه مهرسه اولا ما عجباتكمش اولا غلطتوا في لا كوموند اولا تو سامبلومون في لا بوكس ديالكم كانت شي حاجه ناقصه كتصيفطوا ليهم ان ايميل وكيجاوبوكم وصيفطوا ليا ان بوردورو باش نونفوي هذا غراتويتمون في كوليسيمو سوا غادي ني رومبورسيوني بلي بوين في لو سيت بيرش بوكس سوا غادي ني صيفطوا ليا لو ميم برودوي الا باقي عندهم دونك هادي اونتر بارونتيز البنات اللي كياخذوا من بيرش بوكس دونك خديت هذا ديال الشعر انا غادي نبدلو الا عندهم لانه كيعجبني الا ما كانش غناخذ بلاصتو حاجه اخرى كذلك خديت بيوتي بلندر صغيره بحال هكا هادي شحال عندي وحده كانت ديما كنصبنها وكطيح ليا من البالكون مؤخرا طاحت وباش نزلت ما لقيتهاش البنات دونك خديت وحده يعني هادي سي لافغي راه واخا شريت بزاف ديال لي مارك سانا غيان افوار لان لافغي كتكون رطبه و فريمون كتعاونكم باش تبلانديو لو فون دو تان ديالكم كنهضر بالزربه البنات حيت غادي نخرج وبغيت نحيد عليا هاد لا فيديو هادي غير سمحوا ليا غادي تقولوا هادي مالها بلا 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 بلا, بلا. ابخي البنات خديت هاد المهم هادي وقيلا كانت دايره شي 16 اورو جو بونس لا بيوتي بلاندر وهذا يمكن 30 ما بقيتش عاقله المهم خديت لو فون دو تان ديال الماك هادي شحال ما شريتو البنات هذا كيغطي ولكن فريمون كيصلح لي سواري والعراضات مي خصني نشري اون بومب كانت عندي واحد الوحده وحساب لي غادي تجي نيشان معاه سينو خصني نكومونديها في لو سيت ديالهم
انا خديت ان سي 30 البنات على حساب البشره ديالي. كما قلت لكم هذا راه ساكاش بيان لي زامبيرفيكسيون، ولكن ثقيل شويه، تستعملوا غير الحضور الاعراضات ولا عندكم شي مناسبه، يعني ماشي استعمال يومي. حيت لقاش كما كتعرفوا كاين الفون دو تان استعمال يومي، وكاين لي فون دو تان كتستعملوه غير بور لي سواري والمناسبات. دونك خديت هذا راه كيبان لكم ان سي 30 ستوديو فيكس فلويد اس بي اف 15. و اخر برودوي لي كومونديتو من بيرش بوكس هو لو بارفان ديال بلاك اوبيوم ديال ايف سان لوران. هاد لو بارفان جي ديجا تيستي لي شانتيون ديالو مره وجوج، وكل مره كنقول غادي ناخذو، غادي زعما الصراحه كل مره كنقول غادي ناخذو. وهو كيصلح للخريف وللشتا البنات، لان الريحه ديالو مجهده وكتبقى. انا كيعجبوني بحال هاد الروائح بحال اولمبيا، هذاك تيعجبني، هذاك غيسالي ليا، غادي نعاود نشري لان الريحه ديالو مميزه وكتبقى لاصقه في الحوايج، وخصوصا في هاد لا سيزون هادي ولا سيزون ديال الشتاء، يعني كديروا غير شويه حوايجكم كتبقى الريحه كسر الدنيا. المهم غادي نوريكم لومبالاج ديال هذا، شوفوا كي دايره البنات. في هكا لي بايت، هنا مكتوبه ايف سان لوران، زوين صراحه الشكل ديالو. و الباكاجينغ راك شفتوا كي داير، في هنايا الغوز جولد ستيل ديالو كلاس، والريحه ديالو ولا اروع البنات. دابا راه كيعجبني نديرو بزاف لان هذه الوقيته ديالو كندير لكم هكا البنات. رجوع لله انا ورجوع لله، شوف باش تعرفوا بشحال كندمج البنات وكنهضر من نيتي، زعما ماشي كنكون مجده شي حاجه ولا هذه، راه الهضره كيما جات داكشي اللي لداخل كيخرج ديريكتومون. كن زعما بغيت بغيتكم تشموا، والله الا بحال الا شميتوها زعما هادشي راه خارج من القلب. المهم البنات الله يستر. المهم هذا راه تقريبا شي جوج ديال البنات صيفطوا لي لي فوتو في الانستغرام، انا حطيت الصوره وهما مشاو شراو وعجبهم بزاف. كنشكركم بزاف على الثقه ديالكم، ولا دزتوا من هنا خليو لي شي كومونتير باش البنات هكا يعرفوا بانه هو زوين ولا ما زوينش. المهم انا الراي ديالي وهذا هو الستيل ديال لي بارفان اللي كيعجبني، كنبارطاجي معكم الحاجه فريمون اللي كتعجبني، ولا ما عجبتنيش راه كنقول لكم ما عجبتنيش. فوالا سايتي تو بور لي زاشا والحوايج اللي توصلت بهم غراتويتمون. بالنسبه لبيرش بوكس كما قلت لكم اللي غادي نتوصل بها غادي نوريها لكم. البنات اللي بغاو ياخذوا لا بوكس ديال هذا الشهر حتى هي راه زوينه، غادي نخلي لكم لو ليان في لا بار دانفو ديال باريناج، كيعطيكم 10 اورو ممكن تستعملوها في لو شوب ديالهم كما بغيتو. لا ليفريزون غراتويت و لا بوكس كدير 13 اورو، يعني غتخلصوا غير 13 اورو، عندكم بزاف ديال لي برودوي لداخل بلس 10 اورو تستعملوها في لو شوب. وكذلك تقدروا تحيدوا لابونمون فوق ما بغيتوا البنات، يعني غير توصلوا بلا بوكس كتمشيو وكديزاكتيفيو لابونمون. فوالا سايتي تو بوغ اجوردي، كنشكركم على الوقت اللي عطيتوني وعلى الفرجه والمتابعه، وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. بسلام عليكم.